تعكف إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبر لجنة ثلاثية على فحص تمثال يشتبه في أنه فرعوني ضبطته سلطات مطار الكويت الدولي. اللجنة التي يترأسها مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني الدكتور سلطان الدويش تضم في عضويتها 2 من أساتذة التاريخ والآثار بجامعة الكويت، وكانت الإدارة العامة للجمارك قد ضبطت التمثال الذي تم إخفاؤه في تجويف قنفة بطريقة سرية وإحالته إلى المجلس الوطني للثقافة لحسم هويته وتاريخ تصنيعه، وإذا ما كان فرعونيا أم غير ذلك. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة الآثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور سلطان الدويش. دكتور، أهلا وسهلا بك، وفي البداية هل من تفاصيل أولية عن التمثال وهويته؟ أهلا وسهلا بكم. نعم، التمثال فيه الكثير من الحديث عن هذا التمثال المهرب من جمهورية مصر العربية للكويت، واللي حجز في جمارك مطار الكويت في تاريخ 1/3. لا شك في البداية لابد أن نشكر الأخوان في جمارك مطار الكويت على الجهود الكبيرة اللي قام بها لكشف عن هذا التمثال. نعم. وتعاونهم على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. نعم. إذا تفضل دكتور. نعم. عبارة عن غطاء تابوت على شكل. نعم. نعم. دكتور ماذا؟ وضعت المومياء. نعم. دكتور يبدو أن الصوت ليس واضحا. ماذا عن اللجنة المشكلة دكتور لفحص التمثال وما انتهت إليه من نتائج حتى هذه اللحظة، وما الإجراءات المتخذة من قبلكم في مثل هذه الحالات؟ نعم، فيه لجنة مشكلة من المجلس الوطني ومن جامعة الكويت، في خبراء من زملائنا بجمهورية مصر العربية، أساتذة في جامعة الكويت ومختصين بالحضارة المصرية، شكلنا هذا الفريق. ويعني فحصنا التمثال. لا شك أن التمثال يبدو صعب لأن عليها الكثير من الطبقات اللي تكونت عليه على مدى السنوات. لابد من تنظيفه بالكامل، واللجنة أوصت بإعادة التمثال إلى مصر وتنظيفه بمعمل الترميم المتخصص وأخذ عينات تحليلها بكربون 14، وهذا الكثير لأن الأسلوب الفني وطريقة التصنيع والرسوم وشكل الغطاء موجودة في التوابيت المصرية خاصة من العصر المتأخر والعصر البطلمي. نعم. إذن دكتور، هل من موعد محدد لانتهاء من تقرير اللجنة قبل ذهابه إلى مصر؟ نعم، إن شاء الله خلال يوم أو يومين. إن شاء الله يوم الأحد راح يكون إن شاء الله التقرير جاهز، التقرير الأولي لعملية فحص هذا التمثال، وإن شاء الله راح يكون جاهز التسليم للمجلس الوطني ورفعه مع الوزير و الاخوان في جمارك مطار الكويت، وراح السفاره المصريه دائما على اتصال، راح نزودها ان شاء الله بنسخه من التقرير. نعم. مدير اداره الاثار والمتاحف بالمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب الدكتور سلطان الدويش، شكرا جزيلا لك.